الحصول على الأضحية وذبحها اقتداء بالهدي النبوي الشريف أمر في غاية الأهمية بالنسبة لأبناء محافظة حضرموت، لكن ارتفاع الأسعار والتدهور المعيشي والاقتصادي الذي تعيشه البلاد ألقى بظلاله سلبا وبشكل كبير وقدرة الكثير من العائلات على شراء الأضاحي. في ارتفاع الأسعار قلل من قبال المواطنين على شراء الأغنام، وطبعا يعني ارتفاع الأسعار شيء باين لدى الجميع يعني. ولسنوات عدة مثلت الأضاحي من الأغنام والمواشي المستوردة من الصومال والقرن الأفريقي خيارا بديلا للكثير من الأسر ذوي الدخل المحدود، ممن لا تستطيع التعامل مع الأسعار المرتفعة جدا التي تباع بها المواشي المحلية. لكن هذا الخيار اليوم بات هو الآخر ذا تكلفة عالية، فالتهاب أسعار الأضاحي المستوردة تصاعد هذا العام على نحو غير مسبوق، ليتجاوز متوسط الأضحية الواحدة حاجز 50,000 ريال، وهو سقف لم يعد يقدر عليه غالبية المواطنين. الآن نتيجة لارتفاع العملة اختلف هناك إيش الارتفاع في أسعار الجلب، فأصبح الموظفين أو ذوي الدخل المحدود لا يستطيعون إيش أن يشتروا ذبيحة العيد. وعلى الرغم من وصول ما يزيد عن 20,000 رأس من الأغنام والجمال والأبقار المستوردة من الصومال إلى الأسواق المحلية خلال الأيام الماضية، إلا أن ارتفاع قيمة بيعها دفع بالكثيرين إلى صرف النظر عن فكرة شراء الأضحية هذا العام، كونها أصبحت اليوم فقط لمن يستطيع إليها سبيلا، أما العيد فهو عيد العافية. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.